وصلنا لمساحتنا الصباحية الثانية، ورح نحكي عن خشبة المسرح اللي عم تشهد العرض المسرحي الدب للكاتب أنطون تشيخوف، لكن هالمرة برؤية سورية والإعداد دراماتورجيا لطارق مصطفى عدوان، والنص عبارة عن محاكاة للحكاية الأصلية مع إضفاء أيضا مقاربة سورية للنص الأصلي، أكيد من تمثيل عدد من الشبان زينة المصري ووسام محمود ورنا جمول. أكيد يعني يا سالي رؤية جديدة 100% لهالرواية. رؤية جديدة، يمكن خلينا نقول إعادة إحياء ممكن نحن نعتبرها. للحديث أكثر عن العرض يلي بدأ من 25 تشرين الثاني بالتزامن مع أيام الثقافة السورية والمستمر إلى 9 كانون الأول، رح نحكي أكثر مع ضيفنا المخرج مأمون الخطيب، مخرج عمل المسرحية الدب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، ألف مبروك نجاح العرض المسرحي. شكرا لكم، شكرا للاستضافه والاهتمام بالمسرحيه. اهلا وسهلا. يعني خشبه المسرح السوريه هي خشبه نوعا ما فقيره يعني الحضور احيانا، لكن هلا باخر سنتين عم نشوف في اقبال عليها لخشبه المسرح، في رؤيه سوريه جديده للمسرح. اليوم شو خلاكم انه تحولوا روايه هي يعني معروفه حية جديده، وشو الجديد اللي اضفتوه عليها؟ الحقيقة يعني هو المسرح كان فعال خلال فترة الأزمة والحرب على سوريا، والمسرحيين ما وقفوا الشغل، وبالعكس الجمهور كتير فعل. كان فعال، وخاصة بمسارح وزارة الثقافة، مديرية المسارح والموسيقى ما توقف الشغل أبدا. وبالنسبة لمسرحية الدب هي مرجعية عالمية شهيرة جدا، أنطون تشيخوف هو كاتب مسرحي كبير جدا على مستوى العالم، وأحياء مسرحه هي أحياء للثقافة، هذا أولا. كون النص من يعني شهير جدا ومن أفضل النصوص العالمية، وثانيا لآنية الفكرة وحرارتها، يعني نحن حبينا نرجع نحكي عن الحب، عن اكتشاف القيم الإنسانية اللي داخل الإنسان، قديش لازم نبحث عنها ندور عليها مهما حدث. نحن بالبلد عم نمرق بظروف اقتصادية صعبة، حتى على الصعيد المستوى المعيشي والشخصي. صحيح. كل العالم مارقة بفترة خلينا نسميها صعبة وكآبة، ويعني الحياة ما عم تمشي بالسهل، فهي المرة حبينا نطلع عن مواضيع الحرب والأزمة وإلى آخره. نعم. مشان نحكي عن قيمة الحب وخاصة بهي الفترة. المسرحية كمان هي مرجعية خلينا نقول لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، أو لكل مين بيشتغل. نعم. مسرح، وكلجنة تقييم طلاب منتسبين للمعهد العالي أنا بكون فيها، فبكتشف أنه 20 أو 25% من المتقدمين بيقدموا مونولوجات من هاي المسرحية. حلو. فحبينا نحن تكون هي إضاءة ومرجع، يعني مؤرشف لحتى يكون موجود لأهمية الفكرة ولأهمية الكاتب. نعم. وكمان كان في هدف كمان تقديم عدد من الشبان الخريجين أو الشباب الخريجين الجدد للساحة الفنية السورية، يعني حلو. سواء مسرحية أو درامية أو سينمائية. نعم. فهي فرصة لهم، بالإضافة لوجود نعم. نجمة مثل رنا جمول معنا كعنصر مساعد. أكيد. بهذا العمل. نعم. تماما، هي فرصة خلينا نعتبرها زينب لانطلاق أيضا الشباب، ولكن فرصة قوية، لأنه الانطلاق من المسرحية ما أنا بالأمر السهل. طبعا. الوقوف أمام المسرح هو عملية يعادل صعبة، عملية صعبة، وما رح نقول يعادل على الكاميرا اللي فيها مونتاج وفيها إعادة. هون كل شيء طالع هي ميزة المسرح، بدون مثل ما طبعًا. بيقولوا بدون خلينا نقول رتوش. رتوشات. تمام. رح نرجع نكفي هذا الموضوع، ولكن رح ننتقل لخشبة مسرح الحمراء لنتابع نحن وياكم مشاهدينا مقاطع من مسرحية الدب. بعدين انت قد الكائنات اللي عايشه جوات الزريبه، الكائنات اللي عايشه جوات الزريبه عاشوا بسلام بدون كسب ومؤامرات وخداع، حتى فعل الحب يمارسوا هيك بشكل طبيعي بدون نفاق، وكلهم بيعرف حقوقه وواجباته مع خيره. لكن الغنمه فيها احساس ومشاعر اكثر من كثير عالم انا بعرفها. الغنمه؟ هي الغنمه. تعرف شو؟ انت ما بتعرف تتصرف مع النساء. أنا كثير بعرف أتصرف مع النساء. لا، ما بتعرف تتصرف مع النساء، لأنك شخص غير محترم وفظ.
وكيف بالله بدك يعني تعمل معكوسة؟ تحكيها فرنسي يعني؟ مدام جي بوبري مدام جي بوبري جي سوي مارادون مدام جي سوي فاتيكي مدام شكرا لك اللي ما تعطيني مصاري اليوم عن جد شكرا لك واو يا بنتي يا بنتي يا بنتي واو هذا تصرف سخيف ومقع هذا تصرف سخيف ومقع انا ما بعرف اتصرف مع النساء طبعا اسمعي كلمة انا بعرف نسوان على عدد شعر راسي حبيت 12 وحدة وتركتهم تسعة هن اللي حبوني بس تركوني ممكن تروح ومشي وراح ما خليت بار ما خليت كازينو يعتب عليه جمال سارح واحد عمري كنت اشتري ورد ومدبلين حمراء من نسوان كنت صير بصار تحت رجلين المرأة وكنت تحب وعشق وشعر والطفل كنت اسمع لها مشاكل عبد الحليم وابكي كنت ابكي من قلبي وانا قاعد تحت القمر كنت جدا يا مدام انا سمير كان جدا كنت احب جنوب وقال شو قال انا الهندي بنقطه كنت احكي بحقوق المراه ودفعت على هي المشاعر نص مصريات بس هلا لا مدام لا هلا ما بيجوني لا البودرة على الخدود ولا الحمراء على الشفايف لا العيون السود هذا كله هلا بدفع عليه شوية بصل لأنه مو طبيعي بنات الأيامي مو طبيعي أبدا كله قرارات قرارات حسودات أيورا مع مصاري بتلاقي ملاك ما في مصاري بتلاقي يعني استاذ مأمون خلينا نحكي عن هالعمل من حيث تبديل بعض الشخصيات صار في تبديل للشخصيات عن المواهب الجديده اليوم اللي عم تظهر على المسرح واحيانا عم تبدع لبعدين بالدراما السوريه يعني خلي المسرح هو مثل تجربه اداء لتقييم هذا الممثل الموهوب خبرنا اليوم ايضا عن الديكور اللي عم نشوفه عم ياخذ هيك ايضا من وحي البيت يعني خلينا نقول فخبرنا كيف تمت كل هالقصص بالنسبه للموضوع الاول المواهب الجديده يعني انا بشوف انه كوني مدرس بالمعهد العالفين والمسرحي انا بشوف من حقهم تماما بعد هاي الدراسه 4 سنين انه يتواجدوا على خشبه المسرح بشكل محترف وفعال وخلينا اقول بعد الدراسه الاكاديميه يعني خلاصه هاي الدراسه نحن نشوفها على خشبة المسرح بالمنطق الاحترافي لأنه المنطق العملي دائما يختلف عن طريقة الدراسة يعني ببعض نحن بنكمل لهم هذا الشق العملي خلينا نقول ولكن بطريقة احترافية طبعا نحن كتير بهمنا كمخرجين بالمسرح أنه هاي الطاقات الشابة أنها تكون متواجدة وبشكل كثيف لأنه فعلا هو المسرح بطريقة وميكانيزم العمل فيه هو آلية جيدة جدا لتقديم الممثل من كافة جوانبه خلينا نسميها الإبداعية بكافة أدواته لا بل أنه نحن دائما بنطلب من الممثلين يلي صاروا نجوم أنه يرجعوا لخشبة المسرح كل فترة والتانية مشان هي إعادة تجديد الأدوات والروح لأنه العمل منطق العمل بالمسرح هو بيجدد روح الممثل بيجدد له أدواته وهن الممثلين المحترفين بيعرفوا هذا الشيء لا بل بيطلبوا منا بالنسبة للسينوغرافيا أو العمل طبعا هي كانت مدروسة جدا بحيث تتناسب مع النص الأصلي والروح الأصلية للكاتب مشان ما نخونها اصلا نحن ما خدناها بالاعداد الدراماتورجي حافظنا عليه تماما حافظنا على روح الكاتب الاجواء الكاتب تشيخوف كانت يعني من تقديم الاستاذ نزار البلال وريم الشمالي والموسيقى لرامي الضلي فكانت هاي التناغم خلينا نسميه بالديكور والازياء والاضاءه والموسيقى هذا كان نحن كان في مجموعه اعمال عم تشتغل عليه حاولنا نطرح رؤيتنا خلينا نقول للجو أكثر من الاهتمام نعم. بتفاصيل المكان المكان واضح أنه بيت له ثقله خلينا نسميه له علاقة بالماضي واشتغلنا على قصة
تدرج الإضاءة من البارد إلى الحامي، الألوان لحتى نكشف من خلال الإضاءة قديش وجود الحب بالمشهد الأخير يعني بتتحول إلى لون آخر من الإضاءة. كل هاي قصص بتبقى مدروسة على صعيد الشكل ومنطلقة من الفكرة تمام. يعني بيتم الاهتمام والتفكير فيها بشكل عملي وعلمي. نعم، يعني ليتم العمل المتكامل لازم ندقق على هذه التفاصيل لإنجاح العمل دائما، لأنه يعني عم نشوف على خشبة المسرح يعني نرجع بنقول بلا رتوش، كل شيء واضح، فبده يكون الشغل بدقة. نحن بنعرف انه على طريق المونتاج ممكن نلعب بالإضاءة تماماً. هي تقنية مختلفة مو أكثر يعني مختلفة. ولكن بالمسرح ما فينا نكذب، إما من بيقدم شيء جيد أو لا. تمام، خلينا نحكي عن الروتين اللي دائما نحن بنعرف انه العرض المسرحي يكرر كل يوم وبنفس الشغف لازم يكون وبنفس الاداء مشان ما نظلم مشاهدين او جمهور اليوم عن الجمهور تبع امبارح، مشان ما يضعف الاداء من اول عرض لاخر عرض. مثل ما بنعرف يعني بده يكون عجله متكامله، يعني نفس الريتم هن ماشيين عليه يوميا بغض النظر اذا اليوم الممثل تعبان، اليوم ما له خلق، ما في هيك شيء. فنحكي عن هذا الموضوع. هو الحقيقة هو ما المفروض يكون في روتين، لأنه يعني هو العمل كل يوم على اليوم بينضج. فالممثل بيتدرب خلال خلينا نسميها دراسته العملية بالمعهد وبروفاته، انه كل يوم يخلق روح جديد للشخصية كما انه اليوم اول مرة. يعني هني يعني مندرسهم هذا الشيء. زائد يعني قد يكون الممثل تعبان، قد يكون الى اخره، ما بعرف شو صاير له بالحياة. يعني انسان هو بالنهاية، ولكن هو في شيء اسمه الساعة البيولوجية للممثل بترجع بتتنبه بهذا الوقت مهما كان صاير، وبينسى الخارج. لا بل احيانا بيكون احيانا طاقته بتكون افضل ومدى ثقته بشخصيته او نفسه وبالشخصيه بحد ذاتها هو كل يوم عن يوم بيكون زايد اكثر. وهو كمان الممثل اذا كان مستمتع بالدور كل يوم بيحاول يخلق تفصيل جديد لهذا الدور، كل يوم بيحاول يخلق طريقه جديده. وبالعكس بهذا الايقاع كل يوم عن يوم بيصير افضل وبيتوازن نعم. اكثر الممثل، لدرجه انه باخر يوم عرض بيزعل كثير الممثل انه انتهى هذا العرض. كم يوم دام عرض مسرحيه الدب وكيف كان تفاعل الناس؟ وعم تلاحظ انه اليوم بسوريا وضع المسرح في اقبال من مثلا اي فئه عمريه؟ مين حابب يشوف المسرح؟ مين حابب يشوف كيف الاداء تبع الممثلين؟ حقيقه والله بدي اتوجه انا ببطاقه شكر للجمهور، لانه الجمهور كثيف بمسرح الحمراء. الملاحظ انه فئه الشباب، يمكن هذا الشيء صرنا عم نشوف وجوه غريبه بالمسرح. من الفترات السابقة كانوا أهل المسرح معروفين، يعني كنا كمخرجين أو ممثلين فوت على المسرح نعرف كل الحضور. هلأ صدقا ما بنعرف حدا، يمكن هذا سببه الاهتمام الأكثر بالمسرح. حتى الكاتب نفسه، أنا عم بحكي بالعموم، ولكن بمسرحيتنا الكاتب معروف جدا لرواد وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا هي التقنية ساعدتنا بتكثيف الحضور يوميا، في حضور ممتاز بهذا المسرح. ونحن كثير يعني كثير مبسوطين بانه العالم عم يعني ما عم تتركنا. المسرح ما انه خالي ابدا، وكل يوم في جمهور غير الجمهور اللي قبله، زائد في امزجه مختلفه كل يوم. يعني كل يوم في نوع من الجمهور، احيانا بيكون طلاب، احيانا بيكون من العامه، احيانا بيكون من المثقفين، احيانا بيكون من الفنانين، يلي بالعكس اصلا هذا الجمهور هلا عم يغنينا عن وجود الفنانين يلي هن بيعملوا حالهم مهتمين بالمسرح وما بيجوا بيكذبوا يعني بهي القصه. نعم، يعني من هون فينا نعتبرها انطلاقة أيضا، أو فينا نعتبرها بوابة لنحنا كمان نقدم شغلات تانية. ممكن هلأ يكون عندنا أفكار تانية لأحياء مسرحية تانية، أو
خلينا نقول نتذكر الأسماء الكتاب العريقة ممكن طبعا يكون. هو المسرح يعني المسرح حالة ثقافية حالة مدنية متجددة ومتجددة ومن أهم مهمات المسرح هو تقديم يعني خاصة المسرح القومي طول عمره بسوريا بيقدم كل الكتاب العالميين يعني من شكسبير لمولير لتشيخوف لستريندبرغ لأبسن هدول الكتاب المعروفين على غوركي عالميا يعني نحن من مهمتنا نقدم هاي الثقافة العالمية ولكن هلأ اختلف الموضوع انه نحن عم نحاول نقربها يعني عطفا على سؤالكم الاول عم نحاول نقربها من المشاهد السوري مشان ما يشعر بالغربة بينه وبين النص يعني عم نعمل لها اعداد دراماتورجي لحتى هاي المسرحية بالاعتماد على مرجعيتها الفكرية والعالمية تكون قريبة منه لهذا حلو. المشاهد يعني يحس حاله عم بيشوف شيء بيشبهه عم بيشوف مواضيعه نحن عم نفكر فيه كمخرجين ولكن نحن بنفس الوقت عم نقدم له أفضل الأسماء والكتاب العالميين نعم. بالإضافة لفقر المكتب المسرحي العربي بالعناوين المسرحية الجيدة طبعا في كتاب عظيمين وخاصة بسوريا مثل سعد الله والنوس والماغوط وممدوح عدوان ونحن بنقدم لهم ولكن هي فرصة للتعرف على التراث العالمي ولكن هلأ عم بيصير من وجهة نظر سورية شوي نعم يعني بدنا نقول لك بالتوفيق إن شاء الله بالأعمال المسرحية القادمة ونتشكر كل الجروب اللي كان موجودة طبعا. بمسرحية الدب طبعا لرواية الكبيرة تشيخوف ومن لكم إن شاء الله هيك دائما يكون في أعمال تنعش خشبة المسرح بسوريا شكرا لكم ونحن ناطرينكم تحضروا أنت لما بتحبوا أكيد نتشرف شكرا كتير لوجودك معنا ونتمنى لكم كل التوفيق شكرا